نحن فريق ملهم التطوعي خالتي، معنا مسابقة. رح نسألك سؤال، إذا جاوبتي صح تكسبي معنا إن شاء الله. أسئلة بسيطة إن شاء الله خالي، بإذن الله. إن شاء الله. كيف الجبر اليوم؟ خبرينا شلون البيع؟ والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أحسن من نفيدنا للناس من ما بتقصري يا خالي. السنين ما بتعيش بس بتسند. الحمد لله. صح. طيب. جاهزة للمسابقة خالي؟ إن شاء الله. طيب. غزلة. إيه. لعبة بيعية، شو لونها؟ زهري. صح. مبينة. هذا السؤال. هذا كسبتي معنا. الله يرزقك. الله يسلمك. الله يرزقك ويحميك ويوفقك. الله يجزيك ألف خير يا أمي. الله يوفقك ويحميك ويكثر من مسالك. الحمد لله. الحمد لله لسه الدنيا بخير. الحمد لله. ألف الحمد لله. الله بهيئ لك يا أمي من حيث لا تعلم، بس بدك تسعى. هاي الحمد لله الله هي اللي ياخو جدني رصنا. إرادة الله يا أمي جابتهما وبيدولا وبيدي. اخترتي هاي المهنة شقصدك بتبيعي غزلة؟ صلي سنتين ونص. تنزلي من المخيم لعزاز؟ ايه بنزل، دورت على شغل ما لقيت. في ناس بتشتري الكيسين بليرة، في ناس بتشتري الكيس بليرة، حسب اليومية تقريبا. شو بتتراوح؟ حسب الكاس اللي بجيبهم، يعني فوق ال 25 ما بطلع. 25 يعني منيح. يومية 25؟ ايه 18 ليرة، 17 ليرة، 20 ليرة، 25 ليرة، بس على الأغلب 25، يعني مرات ما بنفقها. ايه بضل 5-6 كاس بوزعهم لهالولاد وبمشي. عندي 9 أولاد، 5 بنات و4 صبيان. نعم. البنات كبار والصبيان صغار. الصبي الكبير صف ثالث، والبنت الكبيرة عمرها 16 سنة. وراعي بيتي شوي مريض، مع بروستات بولية، وكبير عمره 65 سنة يا أمي، وهم وعيلة ونازحين ومخيم. الله يجعلنا من الصابرين يا ابن اختي. الله يجعلنا من الصابرين. لا مطبخ لا حمام. المي شكلي يعني هيك اسم، المي بالاسم. ايش بدي احكي لك ولك يا امي؟ الحمد لله. الاحتياج الاهم عندي دفع الامبير. بالجمعة 14 ليرة، كان 13 صار 14 ليرة، ما عندي أدفعه. بقطع عشا أولادي. اللحمة من رمضان ما فوتها لأولادي. الدراغنة يمكن ما بعرفه شكلها من سنتين، من 3 سنين ما بعرفه شكلها. إيش بدي أحكي لك؟ لكن أمي إيش بدي أحكي لك؟ امبارح في واحد جايب لي كيلوين قلب الطير، يقول لي ماما شو هذا؟ شو هذا يوم؟ الحمد لله. تاخذينا لعندك زيارة على البيت؟ بنروح؟ ايه باخذكم. باخذكم ليش ما باخذكم؟ حمزة الكبير عندك خالتي؟ عشان عبيمشي طلع كان عبيمشي على ايدينه. اعملها؟ أنا أنا ليش ما عم بحط إجراي؟ عشان ما ينهد الحيط. أنا مو كبير؟ عرفتوا؟ برأت. السلام عليكم. خالتي هون؟ مكان منزلكم هو منزلك؟
نفوت نشوف البيت. نحن بقرفانة. هون مكان نومكم وهون مكان قعدتكم. ايوه هي غرفة. هون غرفة. هون بتمدوا بتناموا يعني خالص؟ بالشتاء هون مننا. هلا بننام برا. جابوا. هاي الحجة؟ هاي الحجة. السلام عليكم. السلام. الله يعطيك العافية يا عم. راسي عم الله يشفيك. جبت لهم هاي الفراط هاي طلعهم بهنبات فراطات يعني رخيص. ألقى قشاقيش من لهم ولا من جبل. وأنا ما بحسن يعني أشتغل بيني وبينك، أنا معي رب ومسمل. وأنا معي رب. ومعي البروستات ومعي المرارة ومعي الجوب وما أقدر أحكي لك يعني، بس يعني عم نمشي تدفيش اسم صلوة يعني عم نستنى تسليم. جينا شفنا وضعكم. بدنا نعرف إنه الخالة ما تضل تشتغل بهذا الشغل. شو الاحتياج اللي بدها إياه؟ أول شيء كسكن. شو لازمكم كسكن؟ شو لازمكن حتى مثلا الخالة ترتاح؟ أمي احتياجاتي بالبيت أولادي محمول. أتمنى أول شيء طاقة شمسية براد. شو بده حمزة؟ بده شناتي، بده شنتين للمدرسة. روح المدرسة؟ وأنا بروح هل الخميس المدرسة. إن شاء الله خالة ما منقصر معكم بإذن الله، أنا زيارة تانية بإذن الله نرجع لعنا. نعمة مجرتون أهلا وسهلا. إن شاء الله. عفة نفسهم منعتهم من طلب العون، لكن كرمك بالتأكيد ما في شي بيمنعهم. لتساعدوهم وتغيروا حياتهم للأفضل فيكم تتبرعوا لصندوق البيوت أسرار.